سانت كاترين من أكتر مدن سينا خصوصية وتميز، هي أعلى الأماكن المأهولة في سينا، وبها دير سانت كاترين هو مكان سياحي في المقام الأول خاص لمحبي السياحة الدينية، بيعد من أهم وأكبر المزارات السياحية في مصر. خلونا نروح لرحلة كده في الدير ونتعرف على تاريخه وقصته ونزور أهم الأماكن فيه من خلال تقريرنا الجاي. انت الان على موعد مع رحله خاصه، احنا في سانت كاترين هنزور دير سانت كاترين، اقدم دير على مستوى العالم، قطعه من الفن التاريخي بيزوروا كل الافواج السياحيه من مختلف دول العالم. خليك معانا في الرحله دي. لو كنت من محبي السياحه الدينيه ولسه ما جاتش الفرصة إنك تزور المكان الرائع ده، تقدر تستمتع بجولتنا المميزة في أقدم الأديرة على مستوى العالم. هو دير سانت كاترين اللي بيعد قطعة من الفن التاريخي. سانت كاترين كانت أميرة، كانت بيت الإمبراطور ماكسيميانوس، وكانت على درجة عالية جدا من الثقافة والغنى والجمال. لما والدها حاول لسانت كاترين يخليها ترجع تاني من الإسكندرية، لأن هي كانت من الإسكندرية، يونانية من الإسكندرية، بنت الإمبراطور ماكسيميانوس، حاول يرجعها تاني إسكندرية بطرق كتيرة، فهي رفضت. فبعت لها 40 عالم من أعظم علماء العصر ده يقنعوها بالحياة الدنيوية. هي أقنعت 40 عالم دول بالحياة الرهبانية. احنا الان في استضافه مطران سيناء الانبا داميانوس، رئيس دير سانت كاترين واسقفه جنوب سيناء الروم الارثوذكس. خير، انا سوري، اي كانت مش ممكن اعرف عربي كويس، مش ممكن اتكلم عربي كويس عشان دي هتكلم يونان. تطور الاوضاع الدير حاليا، يعني استقباله لعدد كبير من السياح الزائرين، ويعني اصبح مكان عالمي بيجمع بين الثلاث الديانات السماويه الثلاث. هو مكان عالمي لسببين. أول سبب إن الآباء اللي كانوا متواجدين هنا وصلوا على درجة عالية جدا للقداسة. والسبب الثاني، النهاردة عندنا في حدود 4500 مخطوط تقريبا، وأيضا لأن يوجد عدد كبير من الأيقونات بداخل الدير. مصر طول حياتها وطول عمرها بلد الثقافة والتاريخ والحضارة، دولة استقبلت كل الآراء الدينية. تحيا مصر. عند مدخلها تعتقد إنك في متحف للفنون، خصوصاً مع تواجد الأيقونات التاريخية والثريات الثمينة البراقة، لكنك في كنيسة التجلي الموجودة داخل الدير والمبنية على طراز البازيلكا. والمقابل لها مسجد الحاكم بأمر الله، المبني بالطوب اللبن والحجر الجرانيتي، يتعانق مأذنته مع برج الكنيسة في مشهد رائع يعبر عن التآخي بين المسلمين والأقباط. أروع مشهد ممكن تشوفه بيرمز للديانات السماوية الثلاث، يعني عندنا ورانا المسجد والكنيسة وتحت كمان بير النبي موسى هنا في دير سانت كاترين، يعني مشهد رائع جدا بيرمز للتسامح والسلام، حاجة بجد جميلة جدا. ومن زوار من كل دول العالم والسائحين من كل دول العالم بيجوا يشوفوا المشهد الجميل ده. أما شجرة العليقة المقدسة، يقال عنها أن سيدنا موسى عندما كان يبحث عن الحطب للتدفئة توهجت هذه الشجرة بنور الله، وهي نادرة وكانت في محاولات كثيرة لأخذ جذور منها لزرعها في مكان آخر، لكنها لم تنبت وبني جدار حولها لحمايتها. وعندما توهجت الشجرة بنور الله رسمت على حجارة الجبل صورة الشجرة، لدرجة إنك لو حاولت كسر هذه الحجارة لأجزاء بسيطة تجد الشجرة مرسومة في كل جزء فيها. دير سانت كاترين يعتبر مزار عالمي من جميع جنسيات العالم، بس من كل فترة الفترة بتتغير. فأحنا حاليا موجود عندنا شرق آسيا كسياحة دينية، بيجي بيزور القدس، وبعد كده بيجي المرحلة الثانية إن هو بيجي لمدينة سانت كاترين عشان يزور الشجرة المباركة أو جبل سيدنا موسى عليه السلام. هنا سانت كاترين على فكرة من أجمل مدن العالم. سانت كاترين هنا جواها بديع جدا. يوجد في دير سانت كاترين بئر سيدنا موسى الذي تعرف بجواره على زوجته، وفي مياه مباركة حتى الآن. عزلة دير سانت كاترين بين جبال سيناء صنعت منه العديد من الأسرار، وأكثرها غموضاً هي غرفة الجماجم. كاميرا MBC مصر تجولت لأول مرة داخل الغرفة المنعزلة عشان نتعرف على قصتها، وهي عادة عند رهبان الروم الأرثوذكس
فبعد موتهم بفترة يتم نبش القبر وإخراج الرفاة ووضعها في هذه الحجرة. المكان هنا الخارجي هو يوجد مدفن الدير اللي بناخد منه بعد ما الكاهن بيتنيح بناخد عظامه ونحطه في هذا المكان. هو مكان لكل الرهبان عظامهم اللي هم قعدوا في هذا المكان وكانوا بيقيموا في الشعائر بتاعتهم. الحياة البسيطة البدائية هي كلمة السر الحب معظم السائحين لدير سانت كاترين المدرج ضمن مناطق التراث الثقافي العالمي لمنظمة اليونسكو. أحببت هذا المكان جدا. نحن نأتي إلى هنا للصلاة وهو مكان مقدس مذكور في الإنجيل. مكان على طبيعته لا يوجد فيه أي مظاهر للتكنولوجيا ولذلك هو رائع. I love سيناء. أنا أحب سيناء كثيرا والمناظر هنا رائعة وجميلة وهو مكان مبارك. الجس الإندونيسي بيجي من آخر الدنيا عشان يزور المكان المقدس هنا اللي هو في مذكور في البايبل ومذكور في القرآن اللي هو طور سيناء والشجرة المباركة وبير شعيب. فهم بيجوا بيبقوا مبسوطين جدا. دير سانت كاترين شيء مهم كتير بالنسبة لليونانيين لأنه دير من القرن السادس بنى الإمبراطور يوستينيانوس. اليونان بيجوا عادة دائما بالسنة أكثر من مرة بس دائما بيحضروا الحفلة تبع الدير لما بيعيد الدير ب 8 ديسمبر وبيجوا كتير من أخوان الأقباط طبعا من مصر. خلصت جولتنا في دير سانت كاترين لكن لسه في أماكن كتيرة هنتعرف عليها لجذب السياحة في مصر. سواء كنت مصري أو أجنبي مش بس هيعجبك المكان أثرياً أو سياحياً لكن كمان المكان فيه هدوء وراحة نفسية جميلة. سانت كاترين أكبر محمية طبيعية في مصر من أجمل الأماكن السياحية اللي لازم تشوفها. هويدا يحيى، MBC مصر. طبعاً كل الشكر لهويدا على التقرير المحترم ده اللي عايشنا في أجواء جميلة جداً وعرفنا قيمة أثر مهم جداً مش بس للإخوة المسيحيين لكن طبعاً للمسلمين ولليهود. يعني القطعة دي بتحوي كل الأثار اللي ممكن حضرتك ممكن تتخيلها على الجانب الديني فلها أبعاد مختلفة جدا. فبنشكر هويدا طبعا على هذا التقرير المحترم.